روحي عليها فوايا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله وقعت يا مرصفاوي. لا ده مش مرصفاوي. مش مرصفاوي. انت مين؟ انا مش مرصفاوي، انا انور. انور تعرف الحاجه صافي؟ الحاجه صفايه اللي في التالت. ايوه. هو في حد ما يعرفهاش؟ ده خير عليا وعلى المنطقه كلها. يا فين؟ لا في دي بقى تساله عن مرصفاوي. طب هو فين؟ فين مرصفاوي؟ انت عارفه يا استهانم لو كنت بدرتي دقيقتين بس ما كنتش هتلحقيه. طيب يعني استناه؟ ممكن استناه. تستنوه في ايه؟ ده هيقعد قد يومين ثلاثه في البلد. يومين ثلاثه؟ افضل اشوف فرق الكعب من هنا اهو، اصله روح هو وام جلال. ام جلال راحت معاه؟ ايوه راحت معاه. فيها ايه؟ مع مراته. مراته؟ ايوه مرات ابو حنفي. مين ابو حنفي؟ ابو حنفي؟ مرصفاوي هو ابو حنفي. طب هما راحوا دهشور ليه؟ اصل جالهم حفيد وراحوا يسبعوه في البلد. يعني ايه يسبعوه؟ يعني يعملوا له اسبوع، سبع ايام، 7 داي. يعني نانا هتتجوز البواب؟ عادي يعني، ما اتجوزت المكواجي، تقريبا نانا بتحب الايدي العامله. لو ده حصل هيبقى جده. جده؟ ولا جده ولا سته، تعالوا بقى نروح، ده لسه بيقول لك يومين ثلاثة، مش هنفضل واقفين في الشارع. لا 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 لا، أنا لازم أروح دهشور دلوقتي. يا هانم نروح دهشور دلوقتي إزاي؟ أنا عايز أنام. لازم نروح دلوقتي، تعالوا، أنا عايز أقول لكم. صحوا كده، أنتوا هتخوتونا ليه؟ ما تزقوش كده. الفلوس مع دان صافي، ده الورث اللي إحنا هنقبضه، أوكي؟ إيه؟ ما تقولوش على إيدك خالص. ورث؟ What the meaning of ورث؟ هبقى أديلك منه. كام؟ هاو ماتش؟ ما هو لما نعرف احنا هنورث ايه ساعتها هقول لكم. لا نعرف الاول. توتو على كبوته. كتبت عيني يا ماما. والله العظيم استغفر الله العظيم. ينفع كده يا نعناعة؟ ينفع؟ مالها نعناعة؟ نعناعة بتكركر. ها؟ بتكارك. What's the meaning of بتكارك؟ يعني ماتت اكلينيكيا. وانت بتعملي ايه دلوقتي؟ هكتب الفوكابلري كتر قوي يا مام.